ورياضيا، أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم تطبيق نظام التذاكر الإلكترونية في مباراة الهلال والمريخ في الممتاز في 23 من الشهر الجاري. وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الفاتح باني أن تجربة التذاكر الإلكترونية حققت نجاحا منقطع النظير وخففت الكثير من الأثار السلبية، وكان اتحاد كرة القدم السوداني أمن على استخدام التقنية الجديدة في مباراة الهلال وأهلي الخرطوم تمهيدا لتطبيقها في مباراة المنتخب السوداني ونظيره ساو تومي المقرر لها 13 من نوفمبر الجاري. قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف على فتح باب الاضافات للاندية المشاركة في بطولتي الابطال، وحدد كاف بدء التعاقدات في 15 من نوفمبر الجاري حتى يناير القادم من العام 2020، وستمهد الخطوة الطريق امام الهلال لتدعيم صفوفه قبل خوض غمار دوري المجموعات الذي سيبدأ اواخر الشهر الحالي، حيث سيستضيف الهلال فريق بلاتونيوم الزيمبابوي في 29 من الشهر الجاري بافريقيا والكونفدرالية.